أصدقائي الأعزاء، أهلا بكم من جديد في تايم أوت عبر رؤيا الأردنية. والبداية كالعادة محلية، حيث اتفقت أندية المحترفين في اجتماعها مع اتحاد الكرة أمس على تضمين تذاكر بطولة درع الاتحاد لأحد المتعهدين حسب الأصول المتبعة، ومن خلال نشر الإعلانات بالصحافة وفتح المناقصات بحضور بعض المندوبين من الأندية. وقد اشترط المجتمعون على أن لا يقل الحد الأدنى للمبلغ المطلوب عن 50,000 دينار، وفي حال استنكاف المتعهدين فإن البديل سيكون إسناد مهمة تسويق التذاكر لنادي اليرموك الذي تولى الموسم الماضي مهمة تسويق الدوري والكأس. واتفق أيضا في الاجتماع على تحديد أسعار تذاكر المباريات في بطولة الدرع التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل بدينارين للدرجة الثانية وثلاثة دنانير للأولى. يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم استعداداته اليومية تأهبا لمشوار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل. ويجري المنتخب تدريباته اليومية على ملعب البتراء بحضور جميع لاعبيه باستثناء المحترف ثائر البواب، والذي كان المنتخب السعودي قد أعلن تشكيلته للبطولة الرباعية، وهي نفس التشكيلة التي ستخوض تصفيات كأس العالم. وتستمر الوجبات التدريبية اليومية لمنتخبنا قبل السفر إلى تركيا بعد غد الخميس، حيث يدخل المنتخب في معسكرين تدريبي مغلق ويخوض عدة لقاءات ودية مع سوريا ومنتخب عربي آخر، إما اليمن أو العراق. ضمن استعدادات منتخب الشباب لكرة القدم لتصفيات القارة الآسيوية المقررة خلال شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، من المقرر أن يلتقي يوم الأحد 3 من شهر تموز يوليو المقبل منتخب الشباب مع فريق الوحدات في لقاء ودي. وأشار المدير الفني للمنتخب الكابتن جمال أبو عابد إلى الغياب الاضطراري للاعبي المنتخب من طلبة الثانوية العامة التوجيهي عن تدريبات المنتخب، ويحضر لاعبو المنتخب من الذين يتقدمون للامتحانات يوم الخميس فقط لإجراء تدريبات خاصة لإبقائهم في المستوى حفاظا على اللياقة البدنية. ترعى سمو الأميرة سارة الفيصل حفل النادي الأهلي الذي يقام في مقره الليلة بمناسبة اليوبيل الذهبي للعبة كرة اليد في النادي، وسيشتمل الحفل على تكريم فريقي كرة اليد للرجال والإناث الحائزين على لقبي دوري الدرجة الأولى والنسوي لموسم 2011، وتكريم قدام اللاعبين الذين حملوا لواء اللعبة في بداية عهدها وحققوا لها إنجازات عارضة. تنطلق يوم الجمعة المقبل بطولة المملكة للتاي بوكسينج للرجال والشباب في قاعة مؤتة في مدينة الحسين للشباب، وتأتي البطولة بهدف تشكيل المنتخبات الوطنية استعدادا للاستحقاقات المقبلة. ومن المتوقع مشاركة 50 لاعبا في بطولة الرجال و35 في بطولة الشباب. وكانت اللجنة الفنية قد أصدرت التعليمات ووزعتها على الأندية والمراكز المشاركة، واشتملت التعليمات على تحديد أعمار المشاركين في بطولة الرجال من مواليد العام 92 فيما دون، وبطولة الشباب من مواليد عامي 93 و94.
ابقوا في المتابعة دائما عبر صفحتنا الرياضية على الفيسبوك رؤيا سبورتس، أو راسلونا على الإيميل المبتسم لكم على الشاشة. حتى موعدنا القادم، إلى اللقاء.